التربية المرورية، كيف نتعامل مع الطرقات؟ كيف نقود بثقافة مرورية جميلة ومقبولة؟ كيف نعي تطبيق القوانين الجزائرية فيما يخص قانون المرور؟ هذه المواضيع وغيرها وغيرها حاضرة معنا مع ضيفي في البلاطو، السيدة رابح حزواوي، المكلف بالإعلام بأمن ولاية الجزائر. أهلا بك، شكرا لحضورك معي. شكرا، بارك الله فيك. السيدة رابح حزواوي، رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن أمن العمومي. نعم، شكرا. طيب، موصولة الأخت الكريمة، مشكورة على هذا التواصل. اليوم إن شاء الله سنقف عند نقطة غاية في الأهمية، وذلك من خلال تنوير الرأي العام حتى نتفادى مثل هذه المخالفات، بل هي أكثر من مخالفات، وهي تعتبر من بين الجنح المرورية. هذه الجنح هي المرتبطة بطبيعة وأحقية رخصة السياقة، بمعنى ما هي المخالفات والجنح المرتبطة برخصة السياقة. إذن هنا في هذه النقطة نميز حوالي 4 5 بل 6 حالات في هذه النقطة. أول هذه الجنح تعتبر من بين، أولا تعتبر من بين الجنح المرورية، هي نوضحها للمشاهد الكريم ولمستعمل الطرقات حتى يتجنب الوقوع في هذا الفخ من المخالفات. أول نقطة فيما يخص هذه الجنح هي محاولة الحصول على رخصة سياقة ثانية أو الحصول عليها بتصريح كاذب. إذن هذه من أخطر الجنح المرورية، وتدخل في خانة التزوير، وتترتب عليها حتى متابعات قضائية في هذه النقطة. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. نقطة أخرى أيضا هي قيادة المركبة دون الحيازة أصلا على رخصة السياقة، ونجدها في بعض الأحيان عند الشباب الذين ما وصلوش سن 18، تلقى يسوق مع طنوبيل والده أو جده، وبالتالي سوق مليح لكن ما عندوش حتى رخصة. وأنه تعدى السن القانوني 25 فأكثر غير متحصل على رخصة السياقة، ممكن يتعلم أبجديات السياقة، لكن عندما يقود لا يعرف قانون المرور والضوابط السياقة على مستوى الطرقات. إذن هذه أيضا تعتبر من بين الجنح المرورية، وهنا لابد أن تكون هناك رقابة أبوية فيما يخص هذه الإشكال، لأنه في بعض الحالات شباب في بعض بمجرد وضع المفتاح في المنزل الأب أو الأم يأخذ السيارة مباشرة إلى الطريق، وفي بعض الحالات تتسبب في حوادث مرور وخيمة وخيمة جدا. إذن هذه خلفية أو من خلفيات التسلل الأبوي، لابد أن نراهن على التوعية والتحسيس في هذا المجال. أيضا هي من بين الجنح المرورية. إذن نؤكد بأن قيادة المركبة دون الحيازة أصلا على رخصة السياقة هي أيضا من بين الجنح المرورية. جنحة أخرى أيضا هي قيادة المركبة، بمعنى أن السائق له رخصة سياقة لكنها لا تتطابق مع صنف المركبة، بمعنى مثلا لديه رخصة السياقة من الصنف باء، هي خاصة بالسيارات والسيارات السياحية، لكن لا تؤهله لقيادة مثلا الوزن الثقيل، مثلا الحافلات والشاحنات ووسائل النقل الجماعي. أيضا هذه تعتبر من بين الجنح المرورية، ونلاحظ هذه الحالة على مستوى وسائل النقل الجماعي. في بعض الأحيان نجد القابض أو سائق آخر، رغم أنه أيضا القانون يمنع مثل هذه الحالات، نلاحظ بأنه يقود يمارسون هذه المهنة قيادة المركبة دون الحيازة على الرخصة المقررة. هذه أيضا تعتبر من بين الجنح المرورية. النقطة الثالثة هي الاستمرار في قيادة أو سياقة المركبة رغم قرار الإلقاء أو تعليق رخصة السياقة. هذه أيضا تعتبر من الجنح المرورية، لابد أن نتفاداها من خلال عدم الوقوع في هذه الجنح. وأيضا هناك مخالفة أخرى تعتبر من بين الجنح المرورية، هنا لابد أن نوضح أكثر فأكثر، اللي هي متعلقة بتجاوز السرعة القانونية. كيف ذلك؟ لأنه فيما يتعلق بالسرعة القانونية، أولا السرعة القانونية تعتبر من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، هي أم الخبائث في قانون المرور. ما يتعدى أو ما يفوق 25% من أسباب حوادث المرور المباشرة هي الإفراط في السرعة. حتى المخالفات الأخرى والأسباب التي نراها من خلال التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية قد لا نجدها السرعة القانونية، لكن الأمور الخفية هي جاءت من خلال عدم التقيد بالسرعة القانونية، لأنه عندما مثلا نجد السبب الرئيسي التجاوز في المنعرجات، السبب الرئيسي هنا أيضا ضمنيا هو الإفراط في السرعة. إذن
فيما يخص هذه النقطة، أولا تقسم إلى قسمين، الشق الأول الخاص بالمخالفات هي الإفراط في السرعة، معناتها تجاوز السرعة القانونية المرخصة، ولكن عندما نتكلم عن الجنحة هو تجاوز السرعة القانونية المرخصة. نعطي مثال، مثلا عندما تكون الإشارة المرورية تنص على أنه الطريق في الطريق السريع تقدر ب 120 كيلومتر في الساعة، بمعنى أن بمجرد تجاوز 120 كيلومتر في الساعة نحن في خانة المخالفات، لكن عندما نتجاوزها ب 40 كيلومتر في الساعة هنا ندخل في خانة الجنح، بمعنى الإشارة المرورية تقول 120 وسرعة المركبة تجاوزت 160 هنا ندخل في خانة الجنح المروري، لأنها تعتبر من بين الحالات الخطيرة والخطيرة جدا. هذا نعم. على مستوى الطريق السريع نعم. تجاوزها خارج المجمعات السكانية ب 30 كيلومتر في الساعة أيضا تعتبر جنحة، وتجاوز السرعة القانونية ب 20 كيلومتر في الساعة داخل المجمعات السكانية أيضا تعتبر من بين الجنح المرورية، بالإضافة إلى مخالفة أخرى تعتبر من الدرجة الرابعة وهي عدم تجديد رخصة السياقة في الأجال القانونية. إذن هذه أهم المخالفات وأهم الجنح التي جاءت بها القراءات القانونية، أعيدها في عجالة. أولا محاولة الحصول أو الحصول على رخصة بتصريح كاذب، القيادة دون الحيازة على رخصة سياقة، قيادة المركبة برخصة سياقة تتنافى أو لا تتطابق مع طبيعة هذه الرخصة، الاستمرار في القيادة رغم قرار الإلغاء أو تعليق رخصة السياقة، أيضا تجاوز السرعة القانونية المرخصة، في حين أيضا مخالفة أخرى وهي عدم تجديد رخصة السياقة في الأجل القانونية. إذن كانت هذه أهم النصائح لنهار اليوم، على أن نلتقي لنرتقي بأفكارنا من أجل أن نرتقي بفكر وقائي لتكريس قواعد السلامة المرورية السلامة المرورية لدى مستمعين الأكارم. إذن خدمتكم واجبنا وأمنكم غايتنا، ونرقى وإياكم ومعكم وبكم إلى أن نجسد كل أبعاد الثقافة المرورية من خلال هذا الفضاء الإعلامي إن شاء الله. شكرا لك السيد رباح زوابي مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للأمن العمومي، شكرا جزيلا لك. شكرا.